السلام عليكم ورحمة الله الإخوان والأخوات متتبعي قناة طيوبيل شانيل، دائما معكم إسماعيل في فيديو جديد. نتمنى تكونوا بخير الأخير إن شاء الله وتكونوا في أحسن الأحوال، ومرحبا بكم الإخوان من جديد. اليوم الإخوان كما شفتوا في العنوان راه الوقت صحيح والوقت المناسب، يعني باش نفحصوا البيض تاع الكناري واش ملقح ولا غير ملقح. هو الفيديو اللي غادي نحكي عليه اليوم الإخوان غادي يكون قصير كما العادة ولكن فيه فائدة كبيرة. فاليوم الاخوان يعني بعد ما مرت 7 ايام على حضن هذا الانثى للبيض غادي نقوموا بفحص البيض باش نعرفوا واش انه ملقاح او غير ملقاح، مع العلم ان هذا الانثى اول مره غادي تبيض، يعني انثى بكر، وكذلك الذكر انه اول عام غادي يتزوج، يعني كاع ولاد عام 21 واول تزوج لهم هو هذا، وان شاء الله نتمنى من الله تعالى النتيجه تكون زينه. مع العلم ان الانثى هذه وضعت 4 بيضات اللي وضعت فقط، غادي نشوفوا كيفاش يعني البلان تاع الاولاني يعني العش تاع الاولاني كيفاش غادي يكون ان شاء الله تعالى، ونتمنوا النتائج تكون مزيانه ان شاء الله. فانا الاخوان ان شاء الله فاش غادي نديروا فحص هذا البيض دائما تسناو يعني 7 ايام على الحضانه، واول حاجه غادي نحتاجها هو تكون يعني شي لمبه بحال هكا صغيره، يا اما تاع التليفون او يعني كاينين ولاعات اللي كتكون فيهم لمبات فيهم ضوء بحال هكا، هما باش نفحصوا البيض واش مخصب او غير مخصب. ثاني حاجه غادي نديروها غادي نهز الانثى على العش، هي نط ونهز العش تاعنا يعني ونشوفوا الامور كما بغينا. فانا الاخوان كما كتلاحظوا جبنا العش اللي فيه 4 البيضات وغادي نطفيو الضو باش يتبين لنا انه واش البيض مخصب او غير مخصب. دابا فانا الاخوان راني نقصت الضوء، يعني نقصت الضوء اللي كيشعل الطيور. هنا غادي نبداو البيضه الاولى، اللهم بارك، هي البيضه مخصبه كما كتشاهدوا ان بها عروق واضحة. هذه البيضة الأولى الإخوان، نمشيو البيضة الثانية كما العادة، حاولوا تهزوا هذا البيض يعني بالقاعدة، دائما البيضة ما نهزهاش من الوسط، نهزها من جنب الإخوان على هذا الشكل. هذا البيضة الثانية ها هي، تا هي اللهم بارك يعني مخصبة 100%. أنا كما كتلاحظوا تحرك الجنين داخل البيضة راه واضح. شوف البيضة تاعها، هاجي الإخوان بيضة فارغة 100%، هاهي كاع فيها واحد التقبة الإخوان هنايا، يعني بيضة فارغة. وهنايا البيضة الرابعة وهي الأخيرة كما كتلاحظ الإخوان، فهي بيضة ملقحة 100%، اللهم بارك، تحرك الجنين راه واضح لداخل. الإخوان تم يعني فحص البيض وتبين أنه ملقح 3.4 البيضات الاخوان، فهذه نتيجه مزيانه بالنسبه للانثى البكر، وكذلك الذكر البكر تاع هو تاع يعني ولاد العام. غادي نرد الانثى والذكر المكان ديالهم الخاص فين كانوا، ونخليهم يعني يكملوا هذه الفتره ديال الحضانه على راحتهم. فهذه الطريقه الاخوان كما شفتوا راه سهله بزاف، ونتمنى لكم موسم موفق ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.